سعيدي هرباش، عمري 24 سنة، بدرس إدارة أعمال بالجامعة الافتراضية السورية، ناشط مجتمعي، وجاي اليوم لأحكي عن موضوع كتير مهم كل يوم بيصير بمجتمعنا، يلي هو التحرش الجنسي. التحرش الجنسي هو أي صيغة من الكلمات الغير مرغوب فيها أو الأفعال ذات الطابع الجنسي والتي تنتهك جسد أو خصوصية أو مشاعر شخص ما وتجعله يشعر بعدم الارتياح أو التهديد أو انعدام الأمان. بمجتمعنا كل يوم في أطفال بتعرضوا للتحرش من أشخاص قراب منهم أو من أشخاص بعاد، وإذا الطفل قدر يعبر عن هيك حادثة صعب يعبر عنها لأهله، فأهله بيتجهوا للصمت، بيزيدوا الحماية لابنهم وما بيفضلوا أنه هن يحكوا عن هيك حادثة صارت معه، لأن للأسف بمجتمعنا العار بيلحق الضحية دوماً، غالباً عم تكون ردة فعلهم الصمت وزيادة الحماية لابنهم، لأن بمجتمعنا العار بيلحق الضحية للأسف. رغم أنه المتحرش شخص مجرم ولازم يتعاقب، من واجب الكل أنه هن يحكوا، لأنه الصمت هو الشيء اللي عم يخلي المتحرش موجود بمجتمعنا وبكل جرم. أكيد كلنا بنعرف أشخاص من محيطنا تعرضوا للتحرش، ونحن قلنا لهم يتجهوا للصمت خوفاً من العار وهجوم المجتمع عليهم. إذا تعرض حدا من عائلتنا للتحرش، شو الحل برأيكم؟